في خبر سيء بس الحق علينا. نحن اليوم بدير القمر، قرية لبنانية بمنطقة الشوف تابعة لمحافظة جبل لبنان. هي منطقة ثقافية أثرية، سواح بتجي من آخر الدنيا لحتى تتمتع بجمال دير القمر ببيوت الحجر وسقوفتها الأرميل. بس نحن اليوم سياحتنا رح تكون من نوع تاني، رح نجرب المطاعم وندوق أطيب لقمة ونعرفكن عليها كمان. مرحبا عمو، كيفك؟ سألت سكان المنطقة وشوفوا على شو دلونا. رح نبلش بالترويع عند فرن وصاج مارون، من بعدها رح نعمل جولة بساحة دير القمر، بكون صار وقت الغداء ومن بعدها أكيد التحلية. يعني مبدئيا معظم المحلات اللي دلونا عليها سكان المنطقة موجودة بهيدي النقطة يلي موجودة وراي. في خبر سيء بس الحق علينا، جايين الساعة 2:15 نتروق مناقيش، وبما انه ما عنده ترويقة مناقيش وصاج، قلنا له دلنا على اطيب مطاعم، هون الاراء كلها عم تتوحد حول نفس المطاعم، فاللي نحن هلا رح نجربه، خلينا هلا نروح على لقمة ام، أول شيء اسمها بشد، لأنه موجودة كلمة ام، وكل شيء موجودة فيه كلمة ام معناتها الام كانت هي الأساس، وهي اللي يمكن عطيت الوصفات، بعرف بعد ما بنعرف شو القصة، خلينا نروح نجرب، من بعدها رح نشوف توكن يلي دلونا عنده على أطيب برجر وكلهم اتفقوا على هالموضوع. من بعدها كمان في محل تاني بيعمل مشاوي وعنده على سندويشات كتير طيبة، خلينا نبلش ومن بعدها يمكن نعمل جولة بدير القمر لنفرجيكم هول الزواريب الحلوين قديه بفرجوا جمال هيدي القرية. بما انه اول مره بنجي على لقمه ام كنت محتاره شو بدي اكل، مبين علي كنت محتاره لانه عم بطلع بالمنيو، ساعه بتطلع من فوق ساعه بتطلع من تحت ساعه من النص، ما عارفه شو بدي بلش. في شاب اجى قال لي على كفالتي جربي كعكه الدجاج، وعملت مثل ما قال لي. خلينا نشوف، قاعدين برا بهالبرودات ساحه دير القمر وراي اللي رح فرجيكم اياها، برودات بياخذوا العقل، ريحه الشجر المناظر احلى، وان شاء الله تكون كعكه الدجاج احلى منهم كلهم. يمكن عم كتر عليك اسئله، عندي سؤال بعد، ليه اسم المحل لقمه ام؟ هي طلع اوكي، وهلا هلا هي بتحضر كل شيء لحالها، هي بتحضر كل شيء. بعرف لكم ليه اسم المحل لقمه ام، ما بحكي معه. رح اطلع وينات لاني هلا كنت مثل المحقق جوا، عم شوف لكم ليه اسم المحل لقمه ام، لانه الام الوالده هي اللي بتحضر كل شيء، خلطات الدجاج، كل شيء موجود بقلب المنيو هي بتحضره بايديها، وكمان مرات بتكون متواجده بالمحل بس ثقبت اليوم الابن هو يلي كان، فخلص رح ناكل لقمه الام بس من ايدين ابنها. دير القمر قد ما جيتوا عليها بتحبوا تيجوا اكثر، يعني ما تقولوا انه والله انا زرت دير القمر، لا، كل مره بيجي عليها برجع بتطلع وبنبسط وبتمتع بالمناظر اكثر من المره اللي قبل، لانه بحس هيديك المره قصرت، فهالمره بحس انه لا لازم اقعد انبسط استمتع بالاكل واتفرج على المناظر. خلينا نحكي اول شيء شو شايفين بالصحن وشو شامين. اول شيء شامين ريحه الفحم، الدجاج على الفحم. بالصحن في ثوم، كبيس، بطاطا، كعكه. بدي احكي عن البطاطا، استوقفني شغلي انه حبه البطاطا لما قلنا لقمه ام، انا صورت لكم على فكره تقطيع البطاطا بقلب البراد، البطاطا ما بيجي مثلج وفروزن، لا، مقطعينه بالبيت مشرحينه، ومن طريقه قليو ببين اصلا انه البطاطا بطاطا بيت. شوف حبه طويله، حبه قصيره، حبه وسط، هيدي تقطيعه ام، هيدي تقطيعه بطاطا، شغل ام بقلب البيت. بطاطا توم كبيس، هيدا قبل ما نبلش بالكعكه، قرشه الكبيس، طعمة التوم اللبناني، توم لبناني نحن بلبنان، البطاطا تقطيعتها، قرشتها، طراوتها من جوا. انتبهوا لشغلة، لما أنا هون عم بجي بحكيكم على البطاطا وعم قلكم كيف مقطعة بالطول ووحدة طويلة ووحدة قصيرة، هيدا هون بالمدح. ليش؟ لأنه قصدي إنه هون البطاطا بتذكركم عم بربطها باسم المحل يلي هو لقمة أم، هيك الأم بتحضر البطاطا بالبيت. هلا نجي للكعكة، كعكة مدورة، حمصة مزبوط، سمسمات كتار، ريحة الفحم بالمنخار، الدجاج مشوي مشوي على الفحم المفروض أمير صوركم إياه، تعالوا شوفوا، أمير صورت لهم كتير كيف إنه عم بيساوي الدجاج. معكم قشة الكعكة، شو رح أعمل؟ رح جيب توم، الدجاج بده توم. الله اسمعوا، أنا وقاعدة كنت عم غني غنية، هو أمير عم بفرجيكم الدجاجات جوا، وهلا بدي أرجع أعدلكم إياها،
كنت ما راح اقول اضل غنيكم وسمعكم صوتي ما بينقال غير كلمه من بعد ما تكون بلبنان وخصوصا بدار القمر بهالقعده الحلوه هالاكل الطيب ما بينقال الا بحبك يا لبنان يا وطني بحبك لقمه طيبه مناظر جبل شجر هوا لقمة أم أكتر من هيك شو بعبتكن والله خليني أرجع على الكعكة لأنه صرت بمشاعر بمحل تاني دجاجة جوسي منه نشف أبدا أخي طعمة الفحم مع شوية جبنة هيدي هيك اللمسات مع الصوص باربيكيو مع المايونيز مع الميكس مع التوم يعني ثلاث صوصات مع بعضهم كومبلي كعكة مقرقشة مشوية على الفحم مع حبة بطاطا شغل بيت مع شوية توم مع كبيس هيدي كعكة الدجاج عند لقمة أم بدار القمر شايفين هونيك ثلاث محلات واحد منهم هو الهدف يلا شوفوا لي هالقعدة الحلوة الرمانة فوقي والقعدة الغير شكل خدولي صوره عم بمزح قعدة كتير حلوة الشارع حلو بذكركم على فكرة هيك بشوارع البترون طاولات خشب هيدي الكراسي القديمة شجرة الرمان يلي بتحميكم من أشعة الشمس بهالظل ما بدي عوينات بس تعرفوا أنا مشان جمالي وعطيكم صورة حلوة ريش ولحمة بيعمل سندويشات مشاوي مثل لحمة طوق اللي بدكن إياه نحن قلنا بما أنه أكلين برجر كتير خلينا هالمرة هيك بما أنه نحن بلبنان ناكل مشاوي بتعرفوا هوني بأبوظبي ما فينا كتير نشوي عنا على البراندة فهوني منيجي دغري منركض على سندويش المشاوي سندويش طوق قال هي الأكثر مبيعا عندهم على الطلب أمير طلب بيبسي بهالشوبات سندويش طوق وقنين بيبسي ب 370,000 بس انتو دايما خدوا بالدولار لانه الاسعار عم تتغير حسب الدولار قد ايه الدولار اليوم والله ما بعرف الله وكيلكم كل شوي بنصرفوا بشيء بعتقد 88 او 88 و500 370,000 وانتو حسبوها تحت الرماني حبي حكاني سمعني غناني عيوني وتغزل فيا الطاووق شهي ساندويش كبيره والله يا تعالوا شوفوا ساندويش من جوا القصه ما فيها زوايد ابدا ساندويش مشاوي جاي بقلب صحن لانه اصلا السر جوا اسمعوا التحميصه تحميص الخبزة ومن برا مبين علينا بطاطا كبيس سلطة الملفوف والطوق شوفوا حبة الطوق قد ايه بيضة ما كل يوم ناكل طوق مشوي الخبز عربي محمص مزبوط من بعدها رح تفوتوا لجوا على الطوق الطوق جوسي يعني منه ناشف ابدا الحبة كبيرة بيضة من جوا متبلة من برا اخدي اللون الحلو واللون الشوي طعمة البطاطا الطيبة البطاطا البيتية واللي حبيته هون بهيدي سندوش الطوق التوم منه قوي يعني ما ضيع طعمة الشوي تاعت الطوق انتو بتعرفوا طعمة الشوي قديه بتعلق بالطوق او باي نوع دجاج اي نوع مشاوي بتحسوا هيك ريحة غير بقلب السندوش عن جد كل شيء مشوي طيب شوية توم وشوية كبيس شوية سلطة ملفوف ما في شيء ابدا ضيع طعمة الطوق وهيدي سندوش المشاوي يعني انا اليوم لما اروح اكل سندوش طوق مشوي او اي نوع لحمة بدي اكل اللحمة بدي اكل الطوق دجاج ما بدي اكل بطاطا كبيس سلطه ملفوف كل شيء على الخفيف طعمه الطوق ظاهره لانه بالنهايه هي سندويش طوق على الفحم باول الفيديو اذا بتتذكروا قلت لكم انه منطقه دير القمر هي عاصمه الامراء وانتم بتعرفوا انه انا شو معي امير وكيف اذا كان اسمه شو الامير فخر الدين جوزي امير اللي كلكم بتعرفوا اسمه الامير فخر الدين وبالنهاية هو الأمير أمير فخر الدين يعني في أمير على اسمه وفي مرة لأنه اسمه الأمير فخر الدين فتنا هلأ على محل رح فرجيكم إياه بالفيديو بعدين ببلاش ليش؟ لأنه جوا في مجسمات كل الأمراء هون وأنا معي الأمير برا أمير فخر الدين وجوا في الأمير فخر الدين كمان الأصلي بس ليكم شو؟ هذا اللبناني وين ما كان بده يرقص والفرحة فرحتنا مبروك للعرسان ما بعرف عرسان نجاح شو ما كان مبروك هلا لأنه عم تسمعوا الغنية مع انه في كوبي رايت أمير اشتغل شغلك وهيدي هي ساحة دار القمر المحلين اللي ورائي فيكم تاخدوا سوفينيرات عن لبنان وعن المنطقة أكيد كمان هيدي على اللحن
شفتوا ورا مكتوب قصر الامير فخر الدين؟ ها شوفوا باليه فخر الدين الثاني لوغرون. هيدا لنا لا عم بمزح، لهون قلت لكم فتنا ببلاش بس لانه انا معي الامير فخر الدين، جوا في الامير امير فخر الدين الاصلي وانا معي الامير فخر الدين. تعالوا فرجيكم شو فايتين. بدي اسالك هيدا الحجم بيكون اصغر حجم؟ غير الاصغر بتاعت الذهب. انا بدي مختلف واحد 250. بوزة مناطرة لنحكي عنها، بوزة من 1926 وبتفوتوا لعند بشير بتطلبوا بوزة قشطة مغطسة بفستق حلبي مع الكريمة وما بينسوا كمان يحطوا فستق حلبي وبتاكلوا بهالطقس. يا ويلي طعمة القشطة، هيدي قشطة طيبة مع قشطة الفستق الحلبي الكريمة على الوجه مع زيادة فستق حلبي، ممنوع شي يهرب منها. بتتلوا حالكم وبتكفوا أكل. لكن بوزة قشطة مع فستق حلبي عند بشير ب 385,000. وهيك كانت كزدرتنا على دير القمر، يعني بتجي على دير القمر قد ما كان في شوب بضلوا الهوايات حلوين، بتتفرج على المناظر الحلوه، البيوت وعن جد على تراث لبنان، بتاكلوا اكل طيب ماكسيموم على شخص عم نحكي ساندويتش من 3 دولار وطلوع تقريبا ل 5 5 وشوي دولار، هيدا حسب الدولار، ومن بعدها بتجوا بتتحلوا بوزه عند بشير وبتكونوا قضيتوا احلى نهار بقريه من قرى لبنان.